السلام عليكم. توقيت مباراة المغرب وليبيا اليوم في الجولة الرابعة من بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة المقامة بمصر والمؤهلة لكأس أفريقيا للشباب. والقنوات الناقلة لهذه المباراة يحتل المغرب المركز الأول في ترتيب بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة برصيد 7 نقاط، وتحت ليبيا المركز الخامس برصيد 0 نقطة، ويستضيف ملعب السويس بالقاهرة لقاء المغرب وليبيا في الجولة الرابعة من بطولة شمال أفريقيا تحت 20 سنة اليوم السبت 23 نوفمبر 2024 في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت المغرب، 9 مساء بتوقيت السعودية إن شاء الله. وسيتم نقل مباراة المغرب وليبيا على قناة المغربية الخامسة وعلى قناة يوناف على اليوتيوب.